السلام عليكم. نحن اليوم على شاطئ البحر لنتعلم حرف الباء. باء بحر. نعم. هل أنت مستعد؟ هيا نبدأ. حرف الباء هو الحرف الثاني في الحروف العربية المتكونة من 28 حرفا. هيا نرى معا طريقة كتابة حرف الباء. كيفية كتابة حرف الباء؟ نكتب حرف الباء بالطريقة التالية: طبق وتحته نقطة. طبق وتحته نقطة. أحسنت. هيا نحاول مرة ثانية: طبق وتحته نقطة. طبق وتحته نقطة. جيد. كلمات تبدأ بحرف الباء. ب بطة. ب بطة. بو برتقال. بو برتقال. بي بئر. بي بئر. كلمات في وسطها حرف الباء. أخطبوط. أخطبوط. حقيبة. حقيبة. خبز. خبز. كلمات تنتهي بحرف الباء. عنب. عنب. كتاب. كتاب. باب. باب. ممتاز.